السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال، ونتمنى تكونوا في صحه جيده يا ربي. اليوم جبت لكم واحد الهميزات، ميزات واش من هميزات هادو. جبت لكم جليبات اللي درت فيهم السولد البنات عندي في المحل، درت لكم فيهم السولد، يعني السولد اللي هو واحد الثمن جد جد مناسب البنات اللي بغات شي حاجه مرحبا. غادي المهم هنجيب لكم الموديل الاول هو هذا. شوفوا كما كتشوفوا البنات، انا غندور لكم الكاميرا باش تشوفوهم. هادو البنات درت ليهم 220 درهم، 220 درهم هذا الموديل. انا ندور كما كتشوفوا البنات، هذا هو الموديل، يعني التوب ديال الدان وقطيفه البنات، الدان ديال قطيفه وفيه لوينات. قلت لكم 220 درهم هاد الموديلات كلهم درت فيهم السولت. اللي بغات شي حاجه مرحبا فيها هاد اللون، هاد اللون راه مارو فيهم، فيه هاد اللون البنات، هاد الموطارد كيف ما كتشوفوا واحد اللوين اللي زوين. فيهم هاد الموف كيف ما كتشوفوا، وفيهم البلو مارين البنات، فيهم البلو مارين. هاد الموديلات درت فيهم بروموسيون البنات 220 درهم. كاين هاد الموديل البنات حتى هو فيه هاد الباج كراميل، هنا راه كيبان مفتوح ولكن هو باج كراميل كيف ما كتشوفوا. وفيها البنات البوردو، في هاد البوردو حتى هو. هاد الموديلات اللي وريتكم اليوم كلهم حصريا فيهم بروموسيون. والتوب ديال الدان البنات فيها الطرزه في الصدر وفيه الطرزه هنا لتحت كيف ما كتشوفوا. كاين هاد الموديل حتى هو، هذا اللي فيه طرزات في الجي فيه جياب مطروزين وفيه طرزه في الصدر وفي الكميم، حتى هو فيه هاد البلو مارين وفيه هاد الخضر وفيه هاد البوردو كيف ما كتشوفوا، وفيه الكحل. هادو كلهم البنات 220 درهم. كاين هاد الموديل حتى هو كيف ما كتشوفوا، يعني راه ملبوس، راه ماشي كتبان بحال اللي معلقه، فيه هاد اللون وفيه الكحل. انا ندوز معاكم تشوفوا الكحل، ها هو الكحل. حتى هما البنات هادو 220 درهم كيف ما كتشوفوا، فيه الكحل وفيه مرتديله. كاين هاد الموديل حتى هو، هذا حتى هو التوب، التوب راه ديال البوكليت كيف ما كتشوفوا، توب زوين ما تيحببش، وفيه طرزه في الصدر وفيه في الكميمات. حتى هو البنات 220 درهم. انا هادو كلهم البنات درت فيهم السولد 220 درهم. هذا فيه هاد اللون، فيه الكري، فيه البيج، فيه هاد الموف، فيه هاد الصفير، وفيه البوردو. كلهم البنات هادو 220 درهم. غندوز معاك موديلات اخرين. كاين ثاني البنات هاد الموديل فيه الطرزه في الجياب، ولكن الموديل البنات ما تحكموش ليه، راه ملي كيتلبس عاده تيبان، وفيه في الكميمات مطروز. كاين هذا حتى هو هاد الباج، وخيط المعلم البنات، وفيه الطرزه في الصدر بهاد اللوين. هذا ديري لي فولار في البلو مارين، ولا ديري فولار مزوق فيه البلو مارين وهاد الباج، يعني واحد جلابه اللي زوينه البنات. ما غاديش زعما شكرتها لكم باش والله العظيم للبنات، هادي جلابه زوينه، التوب والخدمه متقونه، فيها هاد اللون وفيها هاد اللون ديال الطابه.
راه هنا كيبان لون ناصح ولكن لا راه مارو، اللون ديال طابه وصافي. المهم وشو الطايزه اللي في الصدر كيفاش دايره. كاين هذا الموديل البنات حتى هويا، حتى هو درت فيه البروموسيون كيف ما كتشوفوا، الطرزه في الجياب وفي الصدر. كاين هذا الموديل حتى هويا، هذا المطارد اللي براندا ومنبس بالعقيق. هادو كلهم البنات موديلات اللي درت فيهم بروموسيون 220 درهم، اللي بغات شي حاجه 220 درهم خصيصا عند ابداعات ام صهيب. هاد التخفيضات عند ام صهيب، اللي بغات شي حاجه مرحبا والف مرحبا، يعني تواصل معايا وتسكريني ليا اللون اللي بغات وان شاء الله ما يكون غير الخير. كنديروا البنات كنديروا لا ليفريزون، كنديروا داخل كازا وخارج كازا وخارج المغرب. الموديلات كلهم اللي وريتكم اليوم، اللي عجبتها شي حاجه تسكريني ليا الموديل اللي بغات واللون اللي بغات وتواصل معايا في الواتساب 0632 63 76 35. تواصل معايا، هذا خصيصا درت فيه بروموسيون، راه كنت كنبيعهم يعني بالثمن ودابا درت فيهم بروموسيون، اللي بغات شي حاجه مرحبا والف مرحبا. المهم البنات عندي جد تواب، غنخيط لكم ان شاء الله. كاينين موديلات جداد البنات وحصريا عندي موديلات جداد، غنديرهم بخصوص لباس شرعي، عبايات لي طوال على شكل كساوي، وغندير لبسه بالصايه وبهذا ان شاء الله. موديلات جداد حصريا، يعني موديل ديالي حصريا غنديرو ان شاء الله باذن الله في الفيديو الجاي ان شاء الله. ولا المهم الى وجدوا لي الفيديو الجاي ان شاء الله غنشارك معكم موديلات، ما وجدوش هذا الفيديو. المهم ان شاء الله نهار يكملوا لي الموديلات غادي المهم البنات هاد الموديلات كلهم اللي وريتكم اليوم، اللي عجبتها شي حاجه تسكريني ليا الموديل اللي بغات واللون اللي بغات وتواصل معايا في الواتساب 0632 63 75 35. تواصل معايا، هذا خصيصا درت فيه بروموسيون، راه كنت كنبيعهم يعني بالثمن ودابا درت فيه بروموسيون، اللي بغات شي حاجه مرحبا والف مرحبا. المهم البنات عندي جد تواب، غنخيط لكم ان شاء الله. كاينين موديلات جداد البنات وحصريا عندي موديلات جداد، غنديرهم بخصوص لباس شرعي، عبايات لي طوال على شكل كساوي، وغندير لبسه بالصايه وبهذا ان شاء الله. موديلات جداد حصريا، يعني موديل ديالي حصريا غنديرو ان شاء الله باذن الله في الفيديو الجاي ان شاء الله. ولا المهم الى وجدوا لي الفيديو الجاي ان شاء الله غنشارك معكم موديلات، ما وجدوش هذا الفيديو. المهم ان شاء الله نهار يكملوا لي الموديلات غادي نشارك معكم الموديلات الجداد. كاين هذا اللبسه اللي كيسولوا على هذا الموديل، المهم البنات خيطته في الكحل كيف ما كتشوفوا، خيطته في الكحل كيفاش دايره اللبسه وبالكميمات البنات، ولو الكحل ما تيبانش واضح. هذا التوب ديال الدان، هذا الموديل خيطته، اللي عجبها هذا الموديل تواصل معايا بالكاب ديالو كيف ما كتشوفوا، بالكاب ديالو، والكاب فيه مين كتدخلي بحال هكا كتدخلي يدك منه، الكاب كيف ما كتشوفوا. اللي عجب هذا الموديل هذا حتى هو يا وخيط توجد، وان شاء الله الموديلات الاخرين ديال ماليهم ان شاء الله اللي غادي نخيط الموديلات ديال ماليهم غادي نشارك معكم هذوك الموديلات اللي غادي نخيط نفس الموديل ان شاء الله. اللي عجبتها شي حاجه مرحبا والف مرحبا. المهم البنات لا ليفريزون كنديروها داخل كازا وخارج كازا وخارج المغرب. بالنسبه للناس ديال اسبانيا اللي كيسولوا، باقي داك الشيء حابسينو ان شاء الله، ملي تحل الطريق والحدود ان شاء الله، راه اللي مصياني على سبعه راني مجدها لها باذن الله، غادي نصيفطها لها النهار اللي غيتحل هذا، راه غادي نقولها لك
بالنسبه للناس ديال اسبانيا. نهار الحل غنتواصل معكم ونقول لكم مع الناس ديال اسبانيا وديال الطاليان. نطلبوا الله يرفع علينا هذا الوباء وتيسر الامور وترجع المياه لمجاريها ورجع بنادم تيخدم على راسه. يعني راه ملي كيتحبسوا الطريق كيكون شويه واحد نطلب الله ييسر الامور لينا وليكم ولجميع المسلمين يا ربي. المهم بالنسبه لا ليفريزون كنديروها داخل كازا وخارج كازا وخارج المغرب يعني باذن الله. اللي بغات شي حاجه بالنسبه للموديلات اللي فيهم بروموسيون اللي بغات شي حاجه تواصل قبل ما يتقادوا لان كاين العدد جد محدود. يعني كاين كل بياسه فيها جوج ثلاثه جد محدود وثمن راه جد مناسب ما غاداش تلقاوه اللي والاتقان يعني راه ماشي شي حاجه راه الخدمه والاتقان. مرحبا بالجميع ان شاء الله. الموديلات ديال اللباس الشرعي غيكونوا موديلات جداد ان شاء الله باذن الله. ملي غنكملهم غنشارك معكم. ما تنسوش البنات تدعموا القناه ديالي بلي لايك ودو ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي دائما. تحفزوني باش نقلب على الجديد وتحفزوني باش نجيب لكم موديلات اللي هما جداد. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.